الساعات اللي فاتت شهدت مفاجآت محدش كان متوقعها قلبت نتائج الانتخابات الأمريكية، وكمان أصبح الشارع الأمريكي مشتعل وسط مخاوف من حدوث أعمال شغب كبيرة. تعالوا أطلعكم على آخر المستجدات، أنا ماجد يحيى ودي قناتكم أسرار ومعلومات. لدعمنا في قناة أسرار ومعلومات برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. قبل ما نبدأ لازم نعرف كل رئيس واقف فين. جو بايدن وصل ل 264 صوت من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 لدونالد ترامب، وأي رئيس بيوصل ل 270 صوت بيبقى حسب الانتخابات لصالحه. المفاجأة الكبيرة إن بعد فرز الأصوات البريدية تقدم بايدن في ولايات حاسمة زي جورجيا بفارق بسيط جدا عن ترامب، تقريبا 1090 صوت بس، وده معناه لو فضل تقدمه زي ما هو هياخد 16 صوت إضافة من أصوات المجمع الانتخابي، يعني ضمن الرئاسة في جيبه. كمان بايدن متقدم في ولاية بنسلفانيا ودي ليها 20 صوت، بس الولاية دي ليها قصة عجيبة جدا. ترامب كان متقدم فيها بفارق كبير، وفجأة وبدون مقدمات مع فرز الأصوات البلدية اتقلب التقدم ده بصورة درامية إلى تراجع، وبقى جو بايدن متقدم على ترامب بأكتر من 6000 صوت بعد فرز 99% تقريبا من إجمالي الأصوات، يعني في الغالب حسم. كمان ولاية نيفادا ليها 6 مقاعد بس متقدم فيها بايدن بفارق كبير نسبيا وهو 11438 صوت، يعني كده الموضوع شبه اتحسم لبايدن. لو حسبنا الولايات الثلاثة اللي هما بقوا متجهين لبايدن هيبقى إجمالي أصوات المجمع الانتخابي ليه 306 صوت، يعني اكتساح. وهنا طعن ترامب مبقاش ليه لازمة لأن عدد الأصوات بقى كبير جدا، حتى لو الطعن اتقبل في ولاية مش هيتقبل في التانية. واللي بيأكد كلامي الخدمات السرية الأمريكية المخصصة لتأمين الرؤساء كثفت الحراسة على مقر إقامة بايدن في الساعات الأخيرة ومنعت الطيران من التحليق فوق مقر إقامته تحسبا لإعلان فوزه. تفتكروا هتحصل مفاجآت تانية في الساعات الجاية؟ قولوا رأيكم في التعليقات. أشوفكم على خير.